تطرحوا أماكنكم حتى يأمر النبي. إن اكتلفكم العدو أنضحوهم بالنبل. أخرجوا إلينا شجعانكم. من أنتم يا محمد؟ أخرج إلينا نظراءنا من قومنا. ارجو وتلوح تطرق في سماء أوطاننا لتعيد مجدا ساد في أزماننا. أخي شيبة آل المسير على وورد الوريد واحفظ الأوطان من عدواننا. وأنا وتلوح تطرق في سماء أوطاننا انتظر لتعيد مجدا ساد في أزماننا. الآن قد آل المسير عبيدة على اللقاء كي تحفظ الأوطان من وأنا عدواننا. وعلي يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. شجعانها وتقوم وتصول خير الله في ميدانها. من أراضي أمتي نكأ العدو بها جراح هوانها سكب المهانة في صميم فؤادها لما تداعى الوهن في شريانها. فبكل سطع من أراضي أمتي نكأ العدو بها جراح هوانها سكب المهانة في صميم فؤادها لما تداعى الوهن في شريانها. المسجد الأقصى وقبته ارتمت تشكو المهانة. هل نحن نظراؤكم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. أركانها خارت قواها واستبد بها الردى.